بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا وما كانوا على امتداد أرض الوطن الحبيب. بنحييكم من ظلال الأصيل ليوم الخميس اللي تعودنا دائما إنكم تلقونا به بالمحبة وباللمة الأسرية وباللمة السودانية السمحة. بنحييكم من كل مكان في أرضنا الحبيبة، من القرى والحلال والمدن ومن كل البيوت السودانية اللي فيها المحبة ناضحة واللي فيها كل التفاصيل الحلوة وسمحة. بنحييكم كبار وصغار وأطفال وعجايز، وبنحيي الحبوبات والجدود، بنحيي الأطفال اللي لا زالوا حتى الآن هم في باقي العصرية وظلال الأصيل الآن من خلال المغربية اللي جاية قدامنا، ونحن بنحييكم برضو الشباب الكادحين اللي لسه هم لا زالوا حتى الآن في أعمالهم وفي الطريق من الشغل للبيت. بنحييهم من خلال ظلال الأصيل لكل الأمهات الراكزات، لكل عواميد البيت اللي بيقوم بهم البيت السوداني واللي كانوا طول النهار هم كادحات لأجل إنه يستقبلوا كل أفراد الأسرة اللي كانوا منتشرين في مهامهم من خلال اليوم. نحن بنحييهم من خلال هذا المساء الأقر تحياتنا ومحبتنا الذي تعلمون جيدا من خلال ظلال الأصيلة اللي دائما بنلتقيكم فيه بالحب الكبير. وخلونا من ذات المحبة وبالريد السوداني الحلو نسمع لما الريد يفوت حد ونهدي عليكم كلكم. أهلا بكم. ترجع لي ويرجع علي معاك بصري، معاك بصري وعاين في العيون سهري. قولي لي يا شايل من عمري، من عمري كيف ريت صبح قدري ونغم حبيس في خاطري، في خاطري ألملم للفرح وبكي، ألملم للفرح وبكي وأقول وقتي. لما الريح يفوت حدو يبقى مصيرك فيه
ترجع لي مالي سواي مالي سواي وتخد الرضا في جواي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي وعذاب نلقى زمان شواي زمان شواي رحيل الليلة من دنياي الليلة رحيل من دنياي تمريت وتحدو يبقى مصير في يده تمريت وتحدو يبقى مصير في يده يحن قلبي يبين ودو للحزن مرسى وسيب الكرم